الشغف ديالي في العيطه. هنا كان البدايات ديالي. احنا كيف كيعرف الكل اننا عشنا في حي شعبي. الاصول ديالنا كترجع لقبائل رحامنا. احنا كنعرفوا هذيك المنطقه معروفه بالحوزي. العلاقه ديالتي بالاصول ديالنا برحمنا علاقه وطيده، واخا زدنا في الرباط وكبرنا في الرباط ولكن بقات عندنا صله، وكنمشيو لعراسهم، تنمشيو للمناسبات ديالهم، تنمشيو للمواسم ديالهم. كلهم كانوا كيجيو فيهم الشيخات، وكان الشيخات اللي كانوا بزاف، وكان هاد اللعابات هما اللي كانوا قبل ما يبان هاد الاجواق وقبل ما يبان هادشي. فاحنا تبارك الله مناسبات اللي كانوا عندنا وعراسنا وكلشي كانوا كيدوزوا بالربيع. زياده على ذلك كان دوك لي تورن ديسك، وميم طون كانت عندنا واحد النوع ديال الشجاله المانيتوفون اللي كان البوبينه ديال السينتا، وحده كتخوه وحده كتعمر فيها 4-5 سوايع. كانوا عندنا فيها تشاجيل ديال العيوط، كانوا عندنا جميع الانماط. ولكن النمط اللي لقيتو عندي، يعني كان انا محب الحوزي ومحب الانماط كلها، لا عيوط الدار بيضاء ولا عيوط عبده ولا عيوط رحمنا ولا زعير. بما انني في الرباط راه كنت كنتصنت العيوط زعير، راه كانت عندنا خربوعه، كانت عندنا نعينعه، كانت عندنا الكريضه، كانت عندنا بزاف، كاينه فاطمه مرت الشاوي، كاين بزاف عندنا هنا في زعير. ولكن انا كان الانماط كلها، ولكن اللي لقيت عندي فيه ميول واللي كان كيسالبني كان واحد الثنائي، كيف كنقولوا حنا، كان الربع عند ديال سي جلول. وهاد سي جلول كان واحد الشيخ كبير، كان سي جلول وكانت معاه صالح السمعلي، كانت خدوج العبديه، كانت بنت الحسين الله يرحمها، كانت وهاد سي جلول خدمت معاه حتى دونا، خدمت مع السمعلي. هاد السمعلي كان عندك بعدا كانوا هاد الشيخ ما تيخدموش اي شيخه، ما كتوقفش حداهم اي شيخه. عندك لا السمعلي ولا المعاشي ولا ود الحلاوي ولا 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 ولا، هادو كانوا كيحطوا حداهم الشيخات اللي كيقولوا، هادو كانوا معروفين بسمتهم. انا اللي كان تارني بزاف هو الديو اللي كان ما بين السي جلول وبنت الحسين، والسي جلول وخدوج العبديه. كانوا ديك الساعه كيحطوا عيوط عبده، ديك الساعه عيوط عبده ما دخلاش بزاف حدا المنطقه ديال تاسفي. هنا تشبعت بالسمع هو الاول. من بعد بقى ولا عندي حب استطلاع انني خصني نتقرب لهذا الشياخ. السي جلول للاسف لقيته مات، ملي لقيت اللي خرجت للحرفه لقيت مات، لقيت خدوج العبديه ماتت، لقيت الغاليه ديال الواتزم باقا حيه ويني جالسه ما اسمو. هنا شكون اللي بقى؟ بقات بنت الحسين، لقيتها اللي سالت مع السي جلول ولا مع السي صالح، ولات مع ود الحلاوي، وشويه غادا تدوز عند ولاد بن عقيده اللي غادي يدير واحد التكامل بيناتهم، وغادي يعطيونا هذاك يعني اروع ما عطاو. هذيك الساعه بديت كنتقرب عاود اكثر لهادو. هادو هما هذه شوف، من هنا نقول لك هذه هي المشيخه. ان الشيخ ها هو حفظ، ولكن شكون اللي غيصلح ليه؟ شكون اللي غادي يطبع ليه؟ شكون اللي غيقودو؟